بالنسبة لليمن الآن المؤامرة عليه كبيرة من كل الجهات. على اليمن؟ على اليمن داخل كل الجهات تآمرت على اليمن. ثورته من قبل سرقت وأبطلت، ثم بعد ذلك سلبت شرعيته واحتلت عاصمته، ثم بعد ذلك جاء القصف ثم جاء القصف والتهديم المدن على رؤوسه. هي حرب دينية، نعم، معناه يأمر بها الإسلام ويشجع عليها، والذين يقومون بها يقومون بفرض كفاية على الأمة، وقد يكون ذلك متعينا. فمثلا ما قامت به السعودية، المملكة العربية السعودية من عاصفة الحزم هي والدول التي معها في التحالف، هذا متعين عليهم، يجب على السعودية أن تقوم بهذه المبادرة، ولا يحل لها تركها لأنها الأقرب، ولأن أهل اليمن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا دفع العدوان الغاشم، فيجب على الأقرب أن يساعدهم، والأقرب إليهم وفئتهم هي المملكة العربية السعودية ودول الخليج المجاورة لهم. كان واجبا على المسلمين قبل عاصفة الحزم فريضة عليهم جميعا، وأفتى الاتحاد بذلك، واليوم انتدبت السعودية والدول التي تحالفت معها للقيام بهذا الواجب، فبادر الاتحاد إلى تأييد هذا الذي حصل، وبادر أيضا بعض العلماء من بلدان مختلفة لتأييده، لأنه فريضة واجبة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قام النظام السعودي ومن حالفه من الأنظمة بالواجب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب على الأمة تشارك. هل يعتبر جهاد؟ طبعا هو جهاد في سبيل الله، والذين يقتلون فيه على هذه النية هم شهداء إن شاء الله، والذين يقاتلون فيه يعلون كلمة الله ويقاتلون من أجل المظلومين المستضعفين.